جدا، ومش نشكر اتحاد الكوره على الاصرار على تطبيقها. دوري قوي، هيفرز لعيبه كتير وهيفرز مدربين كتير، احتكاك قوي جدا للمدربين واللعيبه. انا شايف ان هو اضافه لكل الكره المصريه. السلبيات الدوري المحترفين، انا شايف التسويق وزعه المباريات، وان هو اتلعب دور واحد. ده انا شايف ان هي دي السلبيات اللي كانت موجوده فيه، لكن ان شاء الله انا شايف ان الدوري كان قوي، فاكيد هيتسوق كويس. كان انظار كتير بدات تلفت ليه، فشايف ان المباريات هتذاع، فهيبقى فيه دعم للانديه. بتمنى التوفيق للكل ان شاء الله، وباذن الله يبقى موسم جميل وخير ان شاء الله. انا شايف ان دوري المحترفين السنه دي كبدايه من اول سنه، انا شايف انها تجربه كويسه جدا وتجربه قويه جدا جدا لمعظم الانديه ومعظم الفرق. واحنا كمدربين، انا هتكلم على المستوى الشخصي بالنسبه لي، انا كمدرب استفدت منها بشكل كبير جدا، لان انك بتشتغل في مجموعه واحده اذا كانت بحري او الصعيد او القاهره، الموضوع مختلف خالص، غير انك بتشتغل مع كل المدارس في التدريب. انت بتتكلم في 20 فريق مع 20 مدرب، بتتكلم في مدارس مختلفه، مجموعة القاهرة وبورسعيد، مجموعة الصعيد، مجموعة بحري، اشتغل مع كذا مدرسة. فأظن إن ده كان فيه استفادة، أتكلم على المستوى الشخصي، استفادة بالنسبة لي بشكل كبير جدا، إن أنت بتحتك مع مدربين كتير في ماتشات كتير في ملاعب مختلفة. فأظن إنها تجربة مفيدة جدا 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 لينا إحنا كمدربين. كبداية لا، كان حاجة محترمة وإدى قوة للدوري، وأعتقد إنه كان يعني أقوى من وفي شعبيته، والمنافسة فيه أقوى من الدوري الممتاز السنة دي، وكان الناس متابعين ليه أكتر من الدوري الممتاز. الحاجة التانية، السلبيات اللي فيه، في سلبية طبعا اللي هي اللاعب أو الفريق اللي بيبقى في المركز الثالث يصفي مع أوائل القسم الثاني بي أو القسم الثالث، دي كان فيها مجاملة شوية لأندية القسم الثالث أو القسم الثاني بي زي ما بيتسمى لبعض الأندية، إن هي يعني تحاول إنها تصعد الدوري الممتاز، وأعتقد إن ده مش هيتكرر السنة الجاية. كفوا الفرص لما احنا فصلنا الدوري، خلينا مجموعه للصعود ومجموعه للهبوط، ما حطناش في اعتبارنا انه في فرقه من تلعب على الهبوط ممكن تجمع فرقه، او فرقه هبطت بالفعل وتلعب على الهبوط تجمع نقاط اكتر من فرقه زي القناه. بكرنس جابت عدد نقاط مع انها هبطت اكتر من القناه اللي قاعد فوق، وسماده ابو قير وصل ل 48 بونت، وصل للمنافسه زيه زي وادي دجله 48 بونت، وممكن لو كان في دور تاني كان ممكن بكرنس سماده ابو قير يقدر ينافس. الحاجه اللي بعد كده صعود حد من الدرجه الثالثه او من القسم الثالث للدوري الممتاز، وينط فوق الانديه اللي هي بتاعت الدوري المحترفين اللي صرفت ملايين كتير جدا جدا زي حرس الحدود ووادي دجله ولافينا والانديه الكبيره دي، وما حالفهاش الحظ في الصعود، ازاي هجيب فرقه من الدرجه دي؟ يعني فيها مشاكل كتير وكلام كتير لو اتكلمنا فيه الناس هتزعل، لكن اتمنى تدارك هذه المواقف والوضع في الاعتبار محافظات الصعيد اللي هي بتمثل حوالي 45% من سكان مصر. دوري انا شايف الايجابيات منه كتير قوي، هتعرف طلع لعيبه كويسه، حتى لو شفت السنه دي هتلاقي لعيبه كتير طلعت من القسم من دوري المحترفين للدوري الممتاز اكتر من لاعب شفناهم السنه دي بين الدورين. وحتى في نهايه الموسم برضو كذا لعيب طلع من دوري قوي ودوري فيه منافسه قويه. غير كده كمان احنا شغالين، بس هي المشكله كلها ان كان الدوري من دور واحد، فدي برضو مشكله بتقابلنا. يعني كانت بيديها برضو ظلمت فرق كتير، في كده فرق كتير اتظلمت بسبب ان الدوري من دور واحد. فاتمنى السنه الجديده يبقى من دورين ويكون في دعم شويه للفرق ديت، عشان انت عارف تكلفه عاليه بتاعت المصاريف بتاعت الماتشات صعيد وبحري وخط القناه، ففي تكلفه كبيره على الانديه. والسلبيه اللي كانت موجوده السنه دي، انا مش بقطع مثلا في الحكام ولا كده، لا، بس انا بتكلم في نقطه بس، كان لازم حكام دوليين، كان في بعض ماتشات مهمه كان لازم موجودين في حكام دوليين.